أوائل مارس جات الحمد لله يعني الأمطار يعني اللي رحمت بلادنا بكل يعني دقة، لأن هذه الأمطار بدلت المشهد الفلاحي والقروي بصفة عامة، وعطتنا واحد الموسم ربيعي اللي ربما ما عشناش هذه السنوات، وهذا الشيء جد جد مهم. جميع الزراعات الربيعية غادي يكون عندها واحد يعني من المنتظر أن تكون الإنتاجية قياسية، لا من البقوليات الشيء ديال الحمص، لا من الذرة، ولا من الأعلاف، ولا من كذلك زراعة الزيتية خصوصا عباد الشمس، وكذلك سمحات باش واحد الجزء مهم جدا من المساحة المخصصة للحبوب باش تنقد وباش تسترجع، واللي ان شاء الله غيكون عنده واحد التأثير على الإنتاجية ديال العام ديالنا.